لما نحب الفن؟ قبل قليل رأيت قطة ولوهلة شعرت بجمال عميق ينبعث من خلالها. شعرت حرفيا أنها ليست قطة حقيقية، شعرت أنني بداخل فيلم سينمائي أو لعبة فيديو. ووصلني إدراك يقول أنه عندما تنظر من العمق ترى الجمال، وعندما تنظر من السطح ترى الرتابة والاعتياد. لما نحب الفن؟ لأنه يعطينا فرصة وشغف لحب الواقع الحقيقي بدلا من الواقع العقلي. فالعقل لا يعرف الواقع الحقيقي، إنه يعرف واقعه الخاص فقط، الذي هو مجرد برمجة متغلغلة في أعماق حمضنا النووي وجهازنا العصبي. فنعتقد أن هذه هي الحياة، بينما هو ظننا عن الحياة. قد ترى أحد يستمتع بممارسة هواية تبدو غريبة لك وتتعجب وتقول يعني ما الذي يجده فيها؟ ذلك لأن كل روح لا تتذوق عمق جمالها إلا من خلال ما تهواه. وكل واحد منا لديه هبة، بمجرد أن يشرع في ممارستها يقع في غرام الواقع الحقيقي، فيتكشف له من خلالها لذة وبهجة ونعيم وجمال الحياة. شكراً.